وهنا في نواكشوط عقدت اللجنة المنظمة للجمعية العمومية 48 للاتحاد الإفريقي لشركات التأمين صباح اليوم بالعاصمة مؤتمرا صحفيا في إطار تحضير لأعمال الجمعية التي ستحتضنها العاصمة نواكشوط في الفترة من 19 إلى 22 فبراير 2024. وأوضح رئيس الاتحاد الإفريقي لشركات التأمين أن تنظيم مؤتمر الجمعية العمومية 48 للاتحاد الإفريقي لشركات التأمين تحت الرعاية السامية لفخامة رئيس الجمهورية سيد محمد ولي الشيخ غزواني يؤكد الدور المحوري الذي تلعبه موريتانيا بوصفها عضوا مهما في الاتحاد الإفريقي، مضيفا أن اختيار موريتانيا لتنظيم هذا الملتقى ستكون له نتائج إيجابية كبيرة على شركات التأمين الموريتانية وعلى الأسواق المحلية، وأضاف إضافة لمساهمته في تبادل الأفكار والخبرات مع العديد من الشركات العالمية. بدوره رئيس الرابطة الموريتانية للمؤمنين الموريتانيين حمود بشير كمال أوضح أن المؤتمر سيناقش على مدى 5 أيام جملة من الملفات المرتبطة بالتأمين. كما تحدث رئيس لجنة تنظيم المؤتمر عبد الله القرشي عن أهمية هذا اللقاء في تعزيز دور قطاع التأمينات في البلد.